اليوم اخواتاتي غنشارك معكم واحد النفقه درتها لشعري كما كتشوفوا، واحد التبلبيطه ديال الحنة والعشوب ما نعاودش لكم. تفكرت ايامات مواتنا وجداتنا اللي كانوا كيديروا داك الشيء، وانا نيت عزيز عليا هذا الشيء ديال الحنة والعشوب والنفقه، هذا الشيء كله زوين البنات، خصنا نرجعوا ليه، خصنا نرجعوا لهذا الشيء ديال العشوب والحنة، وكيعالجوا الفروة ديال الراس، ما كتبقاش القشرة، ما كتبقاش الحكة، كيقوى الشعر، ما كيبقاش يطيح، ما كاينش محسن من هذا الشيء الطبيعي البنات. شوف اخواتاتي كنتمنى ترجعوا لهذا الشيء الطبيعي وتحيدوا عليكم داك السيرومات وداك الشامبوانات اللي ما عندهم حتى شي فائده، وديروا شامبوان طبيعي، ديروا النفقه، ديروا الحنة، داكشي اللي كانوا كيديروا مواتنا وجداتنا البنات، ما كاينش محسن من هذا الشيء التقليدي. المهم البنات نبداو بسم الله على بركة الله. بالنسبة لهاد الوصفة اللي زوينة للشعر كما قلت لكم كتقوي وكتعطي واحد اللون زوين، وكت يعني كتغلظ لينا الزغبة وكتعالج لينا الفروة ديال الراس. زوينة هاد الوصفة هادي من الوصفات القدام ديال مواتنا وجداتنا. عندي هنايا الحنة اللي مطحونة على اليد، الحنة تكونو طاحنين على يديكم، انا خديت الحنة وطحنتها مع العشوب. هنايا اشنو دايرة في العشوب؟ دايرة كما قلت لكم الحنة، الورد البلدي والخزامة والريحان واوراق السدر. اوراق السدر كما كتعرفوه هو الورد، راه كي يعني كيقوي الشعر ومزيانين بزاف مع الحنة الفروة ديال الراس. ودرت القرنفل وشوية ثلاثة الوريقات ديال ورقة سيدنا موسى. هادشي كله كما قلت لكم طحنتو مع بعضياتو لهذا، ودرت شوية الخزامة، القرنفل كما قلت لكم، القرنفل، الورد البلدي، الريحان، اوراق السدر، الحنه، واحد ثلاثه الورقات ولا اربعه ديال ورقه سيدنا موسى، والقرنفل. هادشي كله طحنتو مع بعضياتو، خلطت هادشي كله وطحنتو هنايا، يعني هاد العشوب مخلطين بحال هكا مع الحنه ياك. هنايا بالنسبه لهاد العشوب اللي غليت في الماء، هاد العشوب اللي غليت في الماء شنو درت فيهم؟ هنايا عندي سبعه ديال العشبات، عندي الزعتر والياسير والخزامة والحلبة وآتاي حبوب ياك، هما خمسة، والقرنفل وورقة سيدنا موسى، سبعة ديال الحاجات. شديتهم درتهم في هاد الكاسرونة، ورقة سيدنا موسى درت تقريبا شي ربعة ولا خمسة بحال هكا، غليتهم في هاد الكاسرونة، زدت عليهم الماء قياس ديال الماء وخليتهم كيغليو في هاد الكاسرونة واحد تقريبا خمسة دقائق، خويت عليهم الماء طايب غليان وخليتهم كيغلاو مدة ديال خمسة دقائق صافي. دابا وعندي هنايا زيت الكوك مخلط مع زيت أركان، هذا اللي كنت قلت لكم كنديروا البشرة كيرطب البشرة وحتى الشعر. وعندي هنايا البيض، عندي بيضة، إذا كانت بيضة بلدية يكون أحسن، ما كانش كديري بيضة رومية صافي. دابا غادي ناخد بحال هكا واحد المعلقة صغيرة ديال زيت الكوك اللي مخلط مع زيت أركان بحال هكا، باش الحنة ما كتنشفش لينا الشعر. نزيد واحد شوية بحال هكا صافي. غادي نزيد دابا هاد البيضة، الدور ديال زيت أركان وزيت الكوك والبيض ما كيخليوش الحنة تنشف لينا الشعر ديالنا. كما قلت لكم البنات الدور ديال البيض والزيت ديال الكوك او الارغان ما كيخليش الحنه تنشف لينا الشعر ديالنا، حيت انا عندي الزغبه مروليه، عندي الزغبه ديالي مدرجه، فإلا درت الحنه كتوافقني شعري ولكن كتنشفوا ليا شي شويه صافي. هنايا كنخلط بهذا الماء كما قلت لكم، هانتوما عقلوا البنات وقيدوا. عندي سبعه ديال العشبات اللي درت هنا في هذا الماء، هذا عندي الخزامه، اليازير، الزعتر، الحلبه، وواحد ربعات الوريقات ديال سيدنا موسى ولا خمسة، عندي اتاي، عندي اتاي والحلبة قلتها ليكم ياك، عندي اليازير، زعتر، الخزامة، الحلبة، ورقة سيدنا موسى، واتاي حبوب، اتاي حبوب نسيت ليكم شي حاجة هنايا البنات، نسيت ليكم شي حاجة صافي. الحلبة اتاي حبوب والقرنفل، والقرنفل البنات، قرنفل، سبعه ديال الحاجات صافي. كتغليه مده ديال خمسة دقائق حتى كيطلقوا بحال ما هكايا، كتخليهم حتى كيبردوا وكتبدي تخلطي بهم بحال هكا بهذه الطريقه هذه.
هاد الوصفه زوينه 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 البنات، كتقوي الشعر وكتعالج الفروه ديال الراس من جميع المشاكل. هانتوما دابا غادي نخلط هادشي، وهاد الماء اللي غادي يبقى عندي انا غادي نقول لكم شنو غادي ندير به. انا راه درته بزيد على حساب باش غادي نحتاجو في الاخر. صافي غادي نخلط بحال ما هكا مزيان، وضروري هاد الوصفه هادي البنات ملي كنخلطها كنخليها ترتاح واحد الساعه ولا ساعتين، ضروري كنخليها ترتاح واحد الساعه ولا ساعتين باش دوك العشور كيطلقوا في بعضياتهم وديك الحنه كتطلق، باش ملي كنديرها كتعطيني واحد النتيجه اللي هي زوينه. هانتوما صافي كنخلطها بحال ما هكا مزيان مزيان مزيان، وما كتكونش جاريه وما تكونش عاوتاني ثقيله، كتكون بين وبين شي شويه جاريه ماشي بزاف عاوتاني، باش كتطلق لينا في الشعر وكتعالج لينا الفروه ديال الراس. هانتوما البنات بحال هكا، غنزيد واحد شويه ديال هذاك الماء ديال العشوب. شو هانتوما، انا راه ملي كن بعد ما راسها كنخلطها غير بيدي، بس انا كتعجبني الحنه والعشوبه، حيت دابا بغيت عندي الشقة عندي ما يدار، ما بغيتش نوسخ يدي. صافي انا غادي نخلطها مزيان وغادي نرجع لكم باش تشوفوا القوام ديالي كيفاش خصو يكون. صافي البنات هانتوما انا خلطت هاد الحنه مع العشوب، هانتوما خصها تكون بحال ما هكايا، ما تكونش ثقيله ما تكونش عاوتاني جاريه. شو الا كانت جاريه ما كتشش لينا في الشعر مزيان، يعني ما كتعطيناش نتيجه زوينه، والا كانت عاوتاني قاصحه عاقده ما كتعطيناش نتيجه مزيان. هانتوما شفتوا بحال هكا خصها تكون بين وبين، ما ثقيله ما خفيفه هكا. المهم هانتوما قلت لكم البنات العشوب اللي مع الحنه، وباش ما تنساوش ديروا شي اوديو في الواتساب، يعني قولوا في ديك العشوب اللي هنايا في كاسرونه باش تبقاو عاقلين عليهم، ولا ستيلو ولا مهم ولا بقاو عاقلين. هنايا راه كما قلت لكم في هاد الكاسرونه راه درت سبعه ديال العشبات، اليازير الخزامه والزعتر والحلبه والقرنفل وورقه سيدنا موسى واتاي، يعني هادشي كله كنديروا منه شويه 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 شويه، الا القرنفل اللي كندير واحد تقريبا معلقه صغيره ديال القرنفل ومعلقه صغيره ديال الاتاي، والحلبه هي معلقه صغيره. صافي واحد الحفينه ديال الزعتر، واحد تقريبا جوج معالق كبار ديال الزعتر، جوج معالق كبار ديال الخزامه، وجوج معالق كبار ديال اليازير. صافي هادشي اللي كاين، واحد ربعه ولا خمسه ديال الوريقات ديال سيدنا موسى، كنزيدو عليهم القياس ديال الماء، كنخليهم كيطبخوا الماء اللي يكون غليان يكون طيب، كنخليهم كيطبخوا المده ديال 4 دقائق حتى 5 دقائق. صافي كنطفي عليهم البوطه، كنخليهم حتى كيبردوا، كنخلط بهم هاد الحنه اللي كمشتو معايا اللي قلت لكم العشوب اللي معاها والبيض والزيت. صافي كنخلطهم بحال ما هكايا بهاد الطريقه، كل بحال ما هكا الخليط، كنخليها ترتاح واحد ساعتين، ساعه ساعه ونص حتى لساعتين. صافي قد ما ارتاحت قد ما كتعطينا، غير ما تفوتوش فيها ساعتين، قد ما كتعطينا نتيجه زوينه. هانتوما البنات ما كاينش ما احسن من داكشي البلدي طبيعي ديال مواتنا وجدواتنا، يعني صباغه طبيعيه كتصبغ لك الشعر ديالك، كتصبغ لك الشيب، كتعالج لك الشعر ديالك، كتقويه، كتمنع لك التساقط، كتعالج لك الفروه ديال الراس، يعني كلها زوينه. هذا الشيء اللي كانوا كيديروا مواتنا وجدواتنا، وما كانش كينوض فيهم الشيب بحال دابا. دابا كثروا دوك الصبيغ الكيماويه، ولاو البنات كيتعاطوا ليهم بزاف باش دغيا كيعطيوهم نتيجه في البلاصه، ولكن راه مضر للشعر، كيجعروا الشيب، كيكثروا الشيب، وكيطيحوا الشعر، يعني وكيخرجوا على الفروه ديال الراس. علاش بزاف ديال الناس كتلقاهم كيعانيو من القشره ديال الشعر، لحقاش الفروه كتكون مهلوكه وكتبدا تقشر. صافي البنات هاد الوصفه دابا غنخليها كما قلت لكم ترتاح، وعاد غادي نديرها لشعري وغادي نديرها معاكم ان شاء الله. ونسيت البنات ما قلت لكمش على هاد الماء اللي بقى عندي، هاد الماء اللي بقى عندي ديال هاد العشوب، هذا راني محتاجه. انا كندير بزيد باش كنصفي هاد الماء هذا ملي كندير هاد الوصفه ديال الحنه لشعري، كنخليها نقول لكم المده وكلشي شحال كنخليها في شعري. كنصفي هاد الماء
وكنزيد عليه شويه ديال الماء سخون، واحد جوج كيسان ديال الماء سخون صافي. حتى كندخل يعني حتى كندخل الدوش كنغسل شعري وكنصفي، وكنزيد عليه جوج كيسان ديال الماء سخون، وكنعاود نشلل به شعري تشليله الاخره، يعني كلشي العشوب اللي فيه كلهم زوينين للشعر، كنشلل به شعري تشليله الاخره باش كيبقى ليا في شعري. هادشي اللي كاين البنات باش كي يعني كيبقى لك في شعرك، كيزيد كيغدي لك الزغبه وكيقويها وكيعالج لك الفروه ديال الراس من الحكه من القشره من جميع المشاكل. المهم هذا الشيء اللي بقى عندي، هذا الشيء اللي غادي ندير به البنات. يلا نوضي نوضي اختي نوضي، دير لك واحد التبلبيط لراسك، وحيدي لي العكز وحيدي لي الكسل، وسيري هبطي عند العطار وجيبي لي العشوب والحنه ونقيهم على يدك وشمشيهم وطحنيهم، وكما كانوا كيديروا الفحلات القوطاس مواتنا والله العظيم الفحلات القوطات، انا كنسميهم فحلات القوطات، اللي كانوا كيديروا العشوب وكانوا كيديروا النفقه والحنه يدقوا على يديهم وكلشي. حنا دابا والله يستر ولا قاتلنا غير العكز. لا اختي انا بعدا ما قاتلنيش العكز، كندير داكشي الطبيعي والتقليدي اللي كانوا مواتنا كيديروا. هادشي كيعالج لنا الفروه ديال الراس وكيداويها وكيحيد من القشره والحكه، كيقوى الشعر وكيولي على مزيناته. انا هاد النفقه البنات راني درتها في الصباح، كنوض مع الفجر كنخلطها وكنخلي واحد الساعه ولا ساعتين حتى لتسعود، حتى كنصيفط بناتي للمدرسه وكنفطر وتسعود كنديرها، تسعود ديال الصباح كنديرها وكنخليها في شعري حتى لتسعود ديال الليل ولا 10 الليل عاد كنغسلها. ما كنباتش بها باش اختي ما توسخش ليا الفراش وما توسخش ليا النويميسيه ديالي ونعس على خاطري، كنديرها النهار كامل وكنغسلها. ما نقولش لكم البنات هاد النفقه وهاد الشيء ديال العشوب راه خليني بدوك الكريمات والسيرومات وداك الشيء ديال تخسري فيه فلوسك وفي الاخر ما تيدير لك والو. نوضي حيدي لي العكز وحيدي لي اختي الكسل وديري العشوب، كلشي عندنا الحمد لله في المغرب وكلشي رخيص وتقام عليك الوصفه رخيصه وتعطيك نتيجه اللي هي زوينه. وغير البنات ملي كنغسل شعري عرفتو كتبقى فيه واحد الريحه ديال العشوب وديال الحنه والنفقه، عرفتو علاش؟